المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستدل بهذا على جواز الضرب بالدف للنساء عند كل شيء وعند قدوم غائب؟ عند قدوم الغائب وفي ليلة الزفاف الزواج إعلانا للنكاح يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل زيارة قبر، لكن لاحظوا بالدف ما هو بالطبل والمزمار، ما يجوز آلات اللهو ما تجوز، أما الدف فهو ليس من آلات اللهو، هذا يعمل عند الفرح، عند الزواج لإعلان النكاح، عند قدوم الغائب. نعم.